السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في درس جديد في قناتكم تكوين. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون على لي زالوكاسيون فاميليا. بطبيعة الحال حنايا توجور في لا ماجوراسيون دو سالير، يعني الحوايج اللي كينضافوا لو سالير ديال العامل. قريتنا في الكور اللي فات شفنا لي زور سيبلومونتير، هما لا صوم ديالهم كيتزاد الأجرة ديال العامل. شفنا لي زافونتاج بينهم، شفنا لي زافونتاج دي بريم دو كونسيانتي. شفنا بزاف الامور اللي كتزاد السالير ديال لومبلوايي الشركه، واللي بطبيعه الحال الكونطابل خصو يكون على درايه به. بعد غادي نشوفو لي روتوني دو سالير بينهم، هما الخصوم او القطاعات اللي كتكون من لو سالير ديال لومبلويي قبل ما يتفيرسله الاجره ديالو. كاين زيادات وكاين الخصوم، يوتوني سير سالير بينهم، ليكوتيزاسيو سالير راسينيسيس بينهم، ليكوتيزاسيو سالير ريال على كيس انتر بروفيسيونيل ماروكان دو روتريت CIMR etc. etc. les cotations salariales mutuelles, les avances, les scissions du salaire, les oppositions. هذه كاملين غادي نشوفوها. طبيعة الحال قلنا مازالنا في لي ماجوراسيون دي سالير. هذا النهار غادي نشوفوا لي زالوكاسيون فاميليار. بطبيعة الحال العامل عنده الحق انه يتعوض على من طرف الشركة على الاطفال ديالو. الاطفال بطبيعة الحال القانون غادي يتبدل، غادي يولي 300 درهم، تعويض ديال 300 درهم لكل طفل. الوقيتة اللي كانت 150 درهم لكل طفل. حنا بطبيعة الحال غادي نديرو اكزيرسيس على التمرين على التمرين ديال مازال متفاعل. غادي نديرو اكزيرسيس على القانون القديم. بطبيعة الحال لي زالوكاسيون فاميليار سو سون دي بريستاسيون سيرفي باغ لا كيس ناسيونال دو سي de sécurité sociale, la CNSS, aux salariés ayant des enfants à charge. Le montant des allocations familiales est de 150 dirhams par mois pour chacune des trois premiers enfants et de 36 dirhams par mois pour chacune des trois suivants. Donc, l'amil a le droit d'avoir 6 enfants les premiers, 3 enfants les premiers, 3 enfants les premiers qui ont 150 dirhams pour chaque enfant. شاك موا، وثلاثة التانيين عنده الحق انه يتعوض على 36 درهم لكل واحد منهم شاك موا، على اساس انه ماكسيمو دو 558، على اساس انه الاجرة ديال التعويضات ما تفوتش 558 درهم باغ موا في لا توتاليتي. اكزومبل، le montant des allocations familiales reçues par un salarié marié ayant 7 enfants et 2. Donc, التعويضات العائلية ديال salarié متزوج ولديه 7 أطفال هي كالتالي 150 درهم فوا 3، يعني التعويضات ديال 3 أطفال الأوائل اللي هي 150 درهم، زائد 36 فوا 3 التعويضات ديال 3 ديال الأطفال الثانيين اللي هي 36 درهم. بطبيعة الحال الطفل السابع
ما غاديش يكون ما غاديش يتعود. دونك داكشي علاش دايرين 150، داكشي علاش دايرين لا ماكسيموم 558 درهم، كما هو مبين هنا 150 فوا 3 بليس 36 فوا 3 يقال 600 558 درهم. وهي التعويضات العائلية لهذا أسوساليري اللي عنده 7 ديال الأطفال شاك مون. طبعا قبل ما تنساوش تدعمونا بلايك، بارتاجيو مع الأصدقاء ديالكم، وخليونا كومنتور، وإلى حصة قادمة إن شاء الله.